السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغزالة ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم، ان شاء الله اليوم غنشارك معكم واحد البسبوسة اللي ما كتخطانيش، رائعة جدا، غتجربوها وغتكتشفوا معايا ان شاء الله. غادي نحتاجوا ان شاء الله 3 ديال الصفار البيض، وغنحتاجوا 3 ديال بياض البيض، وغنحتاجوا ان شاء الله كاس ديال سنيدة ما عامرش، وكاس ديال الحليب، وكاس ديال الزيت، وغنحتاجو 4 ديال السميدة ديال الحلوى الرقيقة، وثلاثة ديال الخميرات حمرين، وواحد الفانيليا. غنحتاجو الزبدة ان شاء الله باش ندهنو المول ديالنا، وغنحتاجو شوية ديال الملحة باش تهرس لينا ديك الحلاوة، وغنحتاجو جوج قطرات ديال الخل باش يطلع لينا بسبوسة ديالنا، وغنحتاجو قشور ديال الحامض، عندكم عصير ديال الحامض ديروه. مهم ناخذ واحد الاناء ان شاء الله، وغادي نديروا فيه بياض البيض، وغادي نضيفوا عليه ان شاء الله هذاك الكاس ديالنا ديال السنيده، وغنبداو نضربوهم ان شاء الله. انا هنا استعملت الدراب الكهربائي حتى يتجانس ليا الخليط ان شاء الله ويولي بحال الكريم. مهم خليكم معايا وهانتوما كتشوفوا. Thank you.
البنات بعد ما درنا السميده ديالنا وخلينا فيها واحد شويه باش ندهنوا المول ديالنا، كنحركوا ان شاء الله بهذه الطريقه. كنضيفوا الخميره كيف ما شفتوا، وكن الخميره كنخليوها تطلخ الاخير باش ما تبردش لينا. المهم كنطربوا مزيان، من بعد ان شاء الله غنخويو الخليط ديالنا في المول ان شاء الله. كنضربوا مزيان باش يتزانش لكم الخليط مزيان. المهم كنخويو الخليط ديالنا في المول، والسر هو كطلع يديك الفوق هكا باش يتنفخ لكم ان شاء الله الكيك ديالكم، ويطلع لكم وما يجيش لكم هابط. المهم كتكملوا بهذه الطريقه، من بعد كتدخلوا الكيك ديالكم ان شاء الله للفران، حتى كتشعلوا عليه الفران من تحت حتى كتشموا ريحه الطياب، يعني ما تحليش عليه حتى كتشمي ريحه الطياب. من بعد كتطفي عليه من تحت وكتشعلي عليه من فوق، راه دغيا كيتحمر. المهم تلقاو ان شاء الله فاش نخرجوها من الفران. المهم البنات من بعد ما طابت لنا الكيكه ديالنا وخرجناها اللي البسبوسه، المهم ان شاء الله كديروا لها عصير البرتقال، يعني كتشدوا العصير البرتقال كطحنوه. انا ما طيبتوش ما والو، كاين اللي كيطيبوا في، تقدري طيبيه في الكاسرونه وتخليه يسخن شويه، ما بغيتيش كتخليه هكا كتسقي بيه. انا خليته طبيعي كتسقي بيه ان شاء الله. المهم البنات كتكملوا كتسقيو الكيك ديالكم بالعصير برتقال ان شاء الله. بداو تسقيو كامل الجوانب باش يشرب داك العصير، باش شرب منه بسبوسه، تتكملوا ان شاء الله. تسقيو كامل الجوانب وتسقيو الوسط وتسقيو باش يدخل الخليط كيف قلت لكم، باش يدخل لكم عصير البرتقال مع البسبوسه ديالكم. وفاش كنكملوا بهذه الطريقه ان شاء الله كناخذوا الكوك ديالنا وكنرشوا عليها من الفوق، على حسب لكم الاختيار. داكشي اللي بغيتوا اللي متوفر عندكم في البيت، تقدروا ديروا الكوفيتير من الفوق وديروا من فوق الكوك، تقدروا ديروا الشوكولات، تقدروا ديروا اي حاجه بغاوها الوليدات. المهم نتوما لكم حريه الاختيار، ولكن ضروري ديروا عصير الليمون او لا عصير البرتقال، داكشي اللي بغيتو نتوما ديروه. المهم كتكملوا بهذه الطريقه، كديروا الكوك ديالكم. بعد ما كتكملوا ان شاء الله غنوريكم كيفاش طلعت ليا بسبوسه ديالي ان شاء الله. نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش جات، وهانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما يا البنات كيفاش كتجي شهوه منها رائعه. شتي راه انا ما خليتهاش تبرد، حيت هي ما خصكمش تخلوها تبرد، خصكم تسقيوها مني سخونه باش كيدخل معها داك هذا. غير انايا فتحتها لكم باش تشوفوها، يعني قطعت منها باش تشوفوها، خاصكم تخلوها حتى تبرد اللي تقطعوها. المهم هكا كطلع ليا بسبوسه ديالي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وجربوها وقولوا لي كيف جاتكم وخلوها ليا في التعاليق. شكرا لكم بزاف. دابا ان شاء الله غادي ننتقلوا نمشيو نخرجوا واحد الخليجه اللي هي رائعه، انتما معايا.